تن أسفرت قرعة تونس في نهائي كأس الجمهورية التي أقيمت سهرة الأربعاء بمقرية تلفزيون العمومي عن صدامات قوية في هذا الدور. يتصدرها اللقاء الذي يجمع رائد البطولة مولودية الجزائر أمام الوصيف شباب قسنطينة، والتي ستلعب يوم 23 أفريل الجاري بملعب ميلود هدفي بوهران، فيما سيكون الصدام الثاني عاصميا بامتياز يجمع شباب الوزداد باتحاد العاصمة يوم 24 أفريل الجاري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. حتكون مباراة كبيرة إن شاء الله، حد تكون في ظروف يعني حسنة وجيدة، بروح رياضية كبيرة، فريقين كبيرين، دونك حتكون إن شاء الله يعني مباراة في المستوى إن شاء الله بإذن الله، في ظروف إن شاء الله تكون جيدة إن شاء الله بإذن الله. اليوم لقاء اللي راح يكون ما بين شباب قسنطينة ومولودية الجزائر راح يكون في المستوى الرياضي، لازم يكون في المستوى في 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 الشارع، في الجماهير، في 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 اونتر لي دو غاليري، لازم نقدموا مستوى، لان اليوم رانا في 2024، لازم نكونوا واعيين باللي الجزائر فاتت من مرحله الى مرحله اخرى. لازم نكونوا في المستوى هذا. ديربي يخلق اثار كبير في عالم كره القدم للجماهير، للانصار تاعنا واللاعبين كذلك. احنا نتمنوا يعني تجوز بكل روح رياضيه ونديروا عرس كان كروي الجماهير ديال الشباب والجمهور تاع الاتحاد العاصمه. نعم. مقابله ما بين فريقين اللي عندهم يعني ان باسي في عندهم يعني نعم كثير من هذا المنافسه تاع الكاس الجمهوريه. 16 لقب بينكم يعني 8 وحنا عندنا 8 16 لقب ان شاء الله. احنا نتمنوا تسودها الروح الرياضيه فوق الميدان وخارج الميدان كما قال ليسما وسير بهم جيران خاوه كما يقول. هذا وقرر رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة حسان حسينة بصعوبة المأمورية لفريقه في مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية على اعتبار توسطها مباراتي نصف نهائي كأس الكاف أمام نادي نهضة بركان المغربي. ما راهيش سهلة، رانا عندنا في 21 لعبوا مع المغاربة. نعم. وفي 24 نصف نهائي كأس الجزائر. كأس الجزائر. و28 لعبوا في المغرب عوده. نعم. 26 انا نظن شيء صعيب علينا، شيء صعيب ياسر.